تغلط. أنا أتمنى أن سبب صراخك يكون يستاهل. يستاهل ونص يا أمه. إيش فيك؟ أمه بصراحة أنا رجال أبي أعرس. الله ياخذ عدوك يا سيف. الله ياخذ عدوك يا سيف. أنا أخباري إن شاء الله بيكون على إيدك. لا يا أمه، واللي يرحم والديك، واللي يرحم والديك أمه، لا تنخبرين إلا ما تزوجيني. أنت أعقل وبعدين فكر بالعرس. يا أمه واللي يرحم والديك، أنا كنت ماشي في طريق صح يا أمه. نجحت ودرست وتخرجت وتوظفت أمه وما فادتني بشيء. أنا بصراحة شفت اللامبالاة والجنون أرحم. طيب وأنا إيش بيدي أسوي لك؟ وأنا وش دراني؟ أنت الأم ولا أنا؟ تصرفي أنت الأم. عجزت، ما لقيت لك العروس المناسبة. يمه أبي أعرس حتى لو كانت ما هي مناسبة. المشكلة حتى العروس اللي ما هي مناسبة ما لقيتها، أو بالأصح ما رضت فيك ولا بظروفك ولا في بيتك. ليه يمه؟ وأنا وش فيني؟ ناقص يد ولا رجل؟ ناقصك عقل ونمك، عقل وبيت. يمه أنا لا لأول الناس ولا آخر الناس اللي يعرس في بيت أهله. لا، من أول ولا آخر واحد يعرس في بيت أهله، بس ما عاد في بنات يرضون بهالشيء. لا أكيد فيه، بس أنتم ما دورتوا. يمكن، بس وين نلقاه؟ ولا تقلنا ندق بيبان الناس ونسأل إذا في واحدة ترضى تسكن معانا في البيت. طيب يمه واللي يرحم والديك يعني وش أسوي؟ تحمل غصبة. يمه إلى متى أتحمل يمه؟ إلى ما تلقى لك بيت مثل الناس. أوه أكون شيبت يمه وراسي راح أبيض. لا إن شاء الله بتلقى قبل لا تشيب. يمه طيب من وين بتجيب فلوس البيت؟ على رأي المثل قال أنفخ شريم قال برطم ما فيش. وش شريم ده؟ وما جايب هالمثل؟ هذا من أبوك، ما هو اللي بربيك طال عمرك. ألو، هلا مشعل، شلونك؟ الله يسلمك. لا الاكل جاهز، يلا بعث السواق. يمه سلم سلم، ما عندهم عروس. الو ام مشعل، واللي يسلم عمرك بعث الحافظات بسرعه، احتاج لها. ام مشعل قولي الله اكبر. يا ام مشعل ان شاء الله، مع السلامه. تحسدني حتى على المطبخ. أعوذ بالله يمه، الله لا يقول عاد إلا حسدتك. عاد وشلون ناكل؟ هذا همك؟ أي يمه، لا عرس ولا أكل، ما صارت. زين يلا قوم روح السوق وجيب لنا جريش وقرصان. يمه ما أعرف الشغلات هذه، خلي أي واحد يروح ثاني. خذ جدك معك. يمه جدي يعقدني يمه، يقعد يختار في هالأشياء ساعة ونصف، كان بيشري مواد كيميائية. روح بروحك. ماني برايح لين تردين علي. وش تبي؟ أبي أعرس يمه من ساعة وأنا أقول لك بعرس. بطلت، ما في جريش. طيب ولا قرصان؟ ولا قرصان. ولا عرسان؟ ولا عرسان ودفع عن وجهه. تاخذ حبوب الصداع وايد. شو اسوي؟ التفكير من جهه وابوكم من جهه ثانيه. وش في ابوي بعد؟ ذبحني 24 ساعه حاط على هالقناه وما يرضى احد، ما يرضى احد يغيرها ابد. خلي على راحتي. اجل لا تسالي مره ثانيه ليش تاكل حبوب. لا قول يا ام السيوف، انت الحين تتعبين نفسك بهالوقفه اللي في المطبخ، ارحمي نفسك شوي. شو اسوي يا ابو سيف؟ كل ما تذكرت ظروف عيالي انشغل بالي اكثر، حتى اني ما قمت ارفض اي طلب. اي بس هذا على حساب صحتك، والامور ما تنحل بهالشكل. شو اسوي؟ عطني حل. عطني حل وانا مباشر اترك الشغل. احد يكره الراحه؟ زين، وانت تتوقعين ان مشاكلك كلها بتنحل بوقفتك في المطبخ؟ لا يا ابو سيف، يضع سر بأضعف خلقه. وأنا أم، والأم لو شافت عيالها بضيقة يتحول ضعفها إلى قوة تهزم فيها أصعب الظروف. وأنا الحمد لله شغلي بدأ يكبر والناس بدأت تعرفني ودخلي بدأ يزيد. والله كريم، إن شاء الله بتقل مشاكلنا، أنا عندي إحساس بهذا. الله يسمع منك، اللهم آمين. بس تدري شنو المشكلة يا أبو سيف اللي مضايقتني ومعورة قلبي؟ ولدي سيفي بعد عمري
5 سنين الولد يبي يتزوج، مو هو عارف كل ما طق باب ردوه. شكوى الله، هذا نصيبه بعد. الا قل ظروفه، ولدي لو ظروفه زينه ويقدر يحط بيت وخدامه وسياره كان باسبوع لقى العروس. مساكين جيلها اليوم، الله يعينهم. ابسط حقوقهم تحولت لحلم مستحيل. الله يذكر ايامنا بالخير. مع ان ظروفنا صعبه الا انها كانت احلى واسهل واجمل. لا تنسى يا ابو سيف ان الاهل كانوا متعاونين. الابو ما يحط شروط تقطع الظهر، والام تعين وتعاون، يبون ستر عيالهم، والبنت ترضى بنصيبها من غير ما تحط شروط. اي هذا كول، هذا كول. يوم الناس كان عندها قناعه. الله يعيننا، الله يعيننا. الله يعين ولدي سيف، صار يمشي ويهدري بالعرس. زينة وين بتروحين؟ انت بنايمه؟ بروح اعجن عجينه البيتزا، باكر عندي طلبيه كبيره عليها. ما دام هذا حاله من 5 سنوات وانتوا ما قصرتوا معه، ما خليتوا بيت ما خطبتوا له منه، ورا ما تزوجون اجنبيه. ايش قلت؟ اجنبيه؟ ايه اجنبيه، ليه لا؟ احسن ما يقعد الولد من غير عرس. لا لا يا ابو صالح، لا 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 لا، هالكلام هذا ما ينفع. لا لا لا، ما عاد الله بعد. صدقني هذا هو الحل. الأجنبيات ما لهن شروط وتكاليفهن أقل، وبعدين مزيونات وبيضان، خاصة إذا كانوا من برا. قولها صادق أبو صالح. شوف ولد أخوي، مشكلته نفس مشكلة ولدك سيف، دق أكثر من باب وما لقى جواب، سافر برا وتزوج من هذيك البنت عمرها 20 سنة وكلفته نص المبلغ اللي كان بيتزوج فيه هنا، والعروسة وافقت انها تسكن معه، تسكن مع هلأ وبحجرة واحدة. وما شاء الله يا ابو سيف سمن على عسل، هي وخالتها، خاصة عقب ما انجبت منها بنتين. وهو مبسوط الحين؟ في قمة الانبساط. وكم صار له معرس؟ 7 سنوات. 7 سنوات؟ زينة البنت قدرت تدخل يعني وتنصهر في عاداتنا وتقاليدنا؟ ما هي بصعبة، حتى لو كانت صعبة المهم انه اعرس وانجب. صدقني يا ابو سيف هذا هو الحل الوحيد لمشكلة ولدك، ولا ترى بيقعد طول عمره ما اعرس. طيب اذا كان هذا حل للشباب اللي ما يقدر يعرس في بلاد، البنات المساكين شلون حلهم؟ زواج المسيار طال عمرك. مسيار؟ علي جيب لك اسماء. كمار سليماني. خالي معاه زبون يا شباب. تأكد أكو صديقة. إلا زبون يا شباب. تعال تعال تعال. خالي مع زبون. شوف ورا 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 راكب ورا. زبون صك ذولي. لا اقول يا شباب وين طريق الروضة 2؟ وين رايح؟ الروضة 2 بعيدة. انت خابر ما ادري الرياض، قلت بسألكم. الزبون 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 الزبون.
انت مدل في الرياض؟ طب ايش دخل اهلك تشتغل على التكاسي؟ ليه انت قاسي؟ انا اللي اشتغل مو بهالي، وبعدين مصيري في يوم راح ادل الرياض كلها. لساعة راكم معه، كل ما قل وصلنا يقول استنى شوي قربنا، واخر شيء يطلع ما يعرف شيء في الرياض. بسيطة 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 يا شباب، لا تزعل خاطر. اي خير واي بسيطة، وقت التمين يهدر بسبب السواق الاهبل هذا. عاد خلاص روقنا، عاد قلنا لك معليش روقنا، زعلان عشان ساعة في ناس يجيبهم ينامون عندنا باليومين. وانت ايش دخل اهلك في الموضوع؟ وانت ليه تحط الاهل في كل شيء؟ مين الاهبل فينا؟ اقول انت اللي ما لك شغل، يلا عطر مكفاك وترى ما احنا فاضيين، يلا. اي هذا السيف اللي عارفه. اركب اركب الله يهديك، انا وعدك الليلة ما تمزي ان شاء الله الا عند اهلك. انا اتجننت عشان اركب مع واحد اهبل سواق زيك. اقول لك عاد روقنا انت، عاد روقنا حسام. روقنا اقول لك. يا حسام لا تنسى الرجال ما حق. لا لا حسام ما حق والله، ترى ما صح هذا. روقنا اقول لك. اهدوا اهدوا يا جماعه، ما حصل للخير. لو ماني وحدي كان عرفت ارد عليكم، بس الكدره تغرب الشجاعه. تعال تعال بتفاهم معك لحالك، تعال 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 تعال. استنى لا تستنى، خالك هو الغلطان. انا ليه؟ طال عمرك انت مشيت الرجال بالاتجاه المعاكس علشان تسال عن العنوان وما تبي يزعل. وانا وش دراني؟ مستقرب البيت. خالي انا عندي اقتراح، ورا ما تجيب لك هندي يدل الطريق او سواق ليموزين متقاعد او واحد من حاشم المعزبه. انا اقول لك جيب معاك هالمره واحد من المطار عشان يدلك على فندق المطار. صحيح خالي، انت مره تبي تودي زبون شارع 60 ما تعرف شارع 60، وديته شارع 30 مرتين. وهو انا فندق المطار. من الممتع الاستماع لوجهات نظر سكان المنطقه حول طرق الصيد القاتلة والمدمرة هذه. كلنا هنا نعرف بأن الصيد بشكل جميل. روح جيبي لي عباتي يا منى. يما صبر شوي، الموضوع ما يستاهل. اللي يستاهل نص، ولو انا كل هالسنين ما فكرت تطبخ، ما طرت هالفكرة الا يوم شافت الوالدة. لان يو لا تشيشين الوالدة، تراهي مناقصة. خير خير خير. خير. شو القصة؟ شفيك يا مسيف؟ ها؟ لا يضيق صدرك وانا ابوك عسى ما شب. زوجة ابو سعد صارت تطبخ، سوت مثل الوالدة، ولا قامت تسرق زباين امي. ابو سيف من متى؟ لها كم اسبوع. انا حاس قلبي انه في شيء. صار لها كم اسبوع تجيني الضحاوي وتقعد معي، وانا ظنيت انها تساعدني، اثانيها تسرق افكاري. طيب طيب يا ابو سعد، طيب يا جارس، إن ما وريتك شغلك. لميا اطلعي فوق جيب شماخي. سم يبا، يما تبين اجيب عباتك؟ من متى هالنشاط؟ في الشر ما يبان نشاط هلا بالشر. لا يا خال لا يا خال لا لا ابدا ابدا، حنا ما بدينا بالشر. هاي القهر، ما ادري كيف ابرد قلبي فيه، وكل هالمده ما شكيت بنواياها. وهي تعرف تطبخ زين؟ ولا الدبرة. أجل ليه خايفة؟ أنا خايفة؟ لا طبعا، بس أنا مقهورة أنها خدعتني وضحكت علي. من اللي قالك؟ أم سلطان جزاها الله خير، نبهتني. ولا أنا يا غافلي لكم الله. اهدي يما اهدي، خلينا نفكر في حل. ما كل حل واحد، إلا أن احنا نأدبهم علشان ما يتعدون على الحقوق الفكرية والأدبية والمطبخية للغير. لميون ان ما سكتي برمي عليك هالريموت. ريموت اسمه ريموت يا جدي. زين زين، شغلك عندي يا ابو سعد. اذبحونا هالجيران، ما بقى شيء ما تدخلوا فيه، مناشبيننا نشبع. اهدوا يا جماعه اهدوا، هدوا اعصابكم وفكروا عدل بهدوء، ترى تهوركم ما هو للمصلحه. تفضلوا اهز شوي بس، تفضلوا. زين زين ابو سعد زين. نعم نعم يا جدي. من فضلك جيبي كاستين مويه مثلجين من الفريزر حق امك وابوك، وحط عليهم ما زهر بعد. وكادي بعد يبا، على امرك. خلاص ارتحت يا جدي يوم طفيتها؟ وانت ليه تبينها شابه؟ تغيير، مليت من الروتين، وبعدين اللي سويته بسعد شي يقهر يبطل كبد. اي صدق ذكرتيني فيها. اهدئي انت الثانية، بسعد شيشتك؟ انا ما شيش احد، انا ابيهم يدافعون عن انفسهم. لميا يا ليت تحترمي نفسك الحين وتنسحبين من وجهي الحين، لاني ممكن اتهور وبرد قلبي فيك. يلا تسويها يبا،
ولا انتم ما تقدرون الا على الضعيفه المسكينه انا، ولا على ابو سعد تخافون منه؟ معلش انا الحيطه المايله في البيت. من ناحيه انك حيطه انا ما عندي مانع، لكن تقولين مايله لا اسمحي لي. ما حد اخذ رايك المؤلفه يا الفاشله. فاشله؟ شكرا. أنا أقول هالبنت على شحبها المفروض يكون فيها برود، لكن شرامية بهالبيت ما أدري من طالع عليه. علمها أبو سيف. أول هذاك أول أول، بس ما شاء الله عليها الحين صارت تكانة وعقلت ما شاء الله عليها. هاني وعافية. الله يهنيك بالأيمان. نعم شلون ما شاء الله عليه، حاكلة تكانة رزانة مثل أبوها. أول ها الحين كبرت واستخفيت. أبو سيف خلاص على انا كبرت؟ اوه ما نسيت اهلها الحين؟ لا انا ما انسى شيء. اقول مين؟ يا ملحكم يا زينكم كنادي. انا اقول العيال من طالعين عليه. وين يا ام سيف وين؟ بروح اكمل غداي. لا لا جلسي ابيك في موضوع، جلسي استريحي يما انا كمل عنك. اجل حط البيتزا بالفرن وقصري على الشوربه. سمي يما. يلا. حكي كنا عني كنا مو مرغوب فيني يعني طرده بضرابه. انا على كل حال ما اجعل انا ديمقراطي. لا 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 اجلس يا خال اجلس، ابيك يا ديمقراطي. خير ان شاء الله. لا عاد انا ما احب هالسوالف. ليش الخال؟ يخلي بنات الديره ويعرس على واحده اجنبيه لا تعرف عاداته ولا طبعه ولا تقاليده، شلون يوفقون وهالاختلافات بينهم؟ بس يا يبا ما لقينا واحده من بنات الديره ترضى فيه. اجل ليه يقولون البنات ما عاد يعرسون وقاعدين ببيوت اهلهم؟ معادله غريبه ما نفهم سرها، لا الشباب قادرين يعرسون ولا البنات لقين عرسان. المهم الحين ألقى حل ولدي، أبي أفرح فيه، أبي أشوف عياله قبل لا أموت. وش هالكلام ده يا أم سيف؟ أكيد لاقطة هالجملة ذي من مسلسل عربي. يا جماعة لا تستعجلون، أنا أصلاً ماني مقتنع بالموضوع، وإذا بعض الناس توفقوا ترى ما هي بقاعدة، تمهلوا شوي. اليوم تيبه، اليوم تنصبر، أنا شايف أن هذا الحل المناسب، وأنا ما عندي مانع. على الأقل تجي تمسك عني الطبخات العربية. داهية هم سيف داهية، تدور على مصلحتها في كل الأحوال. اسأل والولد أخاف ما يوافق. سيف بيوافق يا يبا، بيوافق على أي شيء، المهم إنه يعرس وصل لها الدرجة. طيب لا تعشمونه هنا تلقون العروس. يا ربع العروس موجودة. من صدق؟ من صدق العروس موجودة؟ أخت زوجة قريب وصالح يقول إنها أسرة على قد الحال يعني بسيطة، ومستعدة إنها تزوج بنتها الثانية زي الأولى، وطلباتها بسيطة، مهر بسيط ولبس وذهوب بسيطة. وموافقة تسكن معانا؟ أوه أختها ساكنة مع حمولتها من 7 سنين. جاك الفرج يا سيف يا ولدي. يا جماعة أنا خايف من هالأمر، هالموضوع ترى ما هو بشوي، ترووا يا جماعة الخير. يا الخال ما في وقت، ما في وقت، هالحين صار لنا 5 سنين، 5 سنين ندور له ملكين، وش ننتظر يا خال؟ والله عاد قلت لكم أنا ماني راضي ولا أنا موافق، وأنتم بكيفكم. صراحة أنا رأيي من رأي جدي، الموضوع ما هو بهين، وليه تصعبين الأمور؟ وليه الموضوع ما هو بهين؟ هي الأجنبية ما هي بمرة، المرة بيئتها غير عن بيئتنا. بعدين شلون تقدر تتفاهم معانا؟ واحنا شلون نقدر نتفاهم معاها؟ والاهم اخوي سيف شلون يقدر؟ بصراحة الموضوع صعب، صعب بالحيل. ما بديت حيلة. هذا الحل الوحيد اللي لقيناه لمشكلة سيف. وتظنون هالمسكينة راضية ولا اهلها غاصبينها؟ لا، اكيد اهلها غاصبينها، علشان يفتكون من مسؤوليتها، وخاصة اذا عرفوا ان المعرس سعودي. على بالهم ان اي سعودي تاجر وعنده خير. هالمسكينه بتتحمل شين سيف وفقره. لميا ان سمعتك قلتي هالحكي مره ثانيه قص لسانك.
احيانا اشك ان عند لميا مشاعر. مخلي المشاعر لك انت واخوك مربي القطاوه. احنا الحين ايش بنستفيدين من قعدتك معه؟ يلا اقلب وجهك روح غرفتك. اهلا. انا قلبي كان حاسس ان ما حد يحبني بهالبيت. حبي نفسك يحبونك اللي حواليك ما دام انك طيبه. لو سمحتي هذا شاهيك. ايه تحمل نتيجه طيبتك. لميا هذا الشاهي. موافق موافق بدون اي قيد بدون اي شرط. مهند حسام اخيرا بعد سياح حسام. يا مهند موافق موافق احمدك يا رب. سبعه اركض يا خبز اركض اركض خليني اتمم كلامي. ماني براكد يا يوبا ماني براكد يا يوبا. انا بعرس خل نخرج عن طوري يا يوبا. ابي افرح يا يوبا. ابعرس 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 سيف بيعرس سيف بيعرس. والعروسه من برا من قده. العروسه من برا من قده. وش تبي اكثر من كذا؟ وش تبي اكثر من كذا؟ إذا ما حجت ربهو أهو بكيفك يا يوبا. تهوي أهو بكيفك يا يوبا. ما همه المتهور ما همه المتهور. حلم عمره تحقق وبيعرس سيف. انهبل لقى العروسة سيف وانهبل. انهبل لقى. شوف إذا ما ركضت وما عقلت ترى بهو من العرس. لا بأحلى من العرس ما يتم. فهمت؟ لا لا يوبا خلاص 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 يوبا خلاص. ها هدينا وش عندك؟ وش عندك؟ إيه احترم نفسك. أنا أبوك. أدري أدري يعني ما تفرق معك المسألة؟ كل اللي أفكر فيه يبا أني بعرس. أنت عارف إيش معنى كلمة بعرس يبا؟ بعد هالعمر الطويل كله أبعرس يبا. بصراحة يا سيف أنا فقدت الأمل إنك تعرس. المشكلة إني إليها الحين فاقد الأمل إنه ممكن يعرس. يبا متى العرس؟ صدق إنك مطيور. ما مصدق. يعني أفهم من هالشيء إنك موافق؟ أعطيني فرصة أفكر يبا. يبا إيش بيني أقول لك يبا؟ أخلص أخلص قلها. طبعا موافق يبا. عندك شك 1% اني برفض؟ حتى لو كانت من برا؟ حتى لو كانت استرالية. ام استرالية كثر منها. الا يا سائلة في اهلك الاسترالية. اقول يبا مع احترامي وتقديري وحبي لك. اخلص 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 اخلص. طيب اهل العروس طيبين؟ شلون اعرف؟ شلون تبيني اعرف؟ قال لك انا من اهلهم من ديرتهم. ها طيب شلون؟ شلون بتزوجون بنتهم السيف؟ يعني بتزوجون سيف على عماه؟ قالوا وش اللي حدك على المر؟ قال اللي امر منه. وبعدين ابو صالح الحقيقه يشكر لي في زوجة ولد اخوه اللي هي اخت العروس. انا راضي اني اعرس على عماي، المهم اني اعرس. يعني اعطي ابو صالح خبر يقول المرت ولد اخوه تكلم اهلها؟ توك ما بعد اعطيتك خبر وش تحتري يبا؟ وش يحتري؟ يحتري ياخذ رايك يا سيف. ما تحتاج يبا تاخذ رايي، انت عارف اني انا موافق على اي شيء، ما عندي اي مشكله، المهم اني اعرس. اجل جهز نفسك يا سيف. اذا ردوا علينا اهل البنت بنسافر وبتعقد عليها ان شاء الله وبتجيبها. وين وين رايحين؟ عسى ما حجزته بس. لازم موافقه من وزاره الداخليه قبل لا يعرس عليها. ليه؟ النظام. وهذا ياخذ وقت؟ لا 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 ابد، ان شاء الله انه ما ياخذ وقت. أنا أقول خلوا الموضوع هذا علينا، اترك المهمة هذه علي. أنت أخوي سيف جهز نفسك وانبسط وخليك سعيد قد ما تقدر. وأنت يبا كلم العمبو صالح وموضوع الموافقة اعتمدوا على الله ثم علي أنا ما يهمكم. على خير إن شاء الله. إن شاء الله. الله سيف عارف انتبه لا تستخف قبل ما تعرس مفهوم؟ يبا ما اضمن لك ما اضمن لك يبا. اقول يا سيف اقول الله يعين الله يعين على اللي تاخذك ذي مسكينه. لا خصوصا انها من برا. اركض اركض سيف اهدى خلينا نركض. اخوي حسام قول له اي شيء باللهجات خليه يتدرب لك. ايش في؟ شو بدك؟ انك تقبرني؟ ايه راجل ايه حصلته؟ يا اخي تكلم ايطالي.
خير يما وش فيه؟ مبروك يا سيف، أهل العروس ردوا علي، بنتهم موافقة. خير وش فيك؟ يما أمي تقول وافقة وافقة. حبيبي سيف مبروك. مبروك مبروك. محرج فرحة بنت تخافي من فرحتكم هذه؟ يا جدي خلنا نفرح، من زمان ما فرحنا. ما نبحب الورعه اللي من غير سنع. يا جدي يا جدي تكفى خلنا نفرح. انا سنع ولا مو بعلى سنع؟ افرح يا جدي افرح، علشان الفقير سيف مسكين، وخليه على الله. ونعم بالله افرحوا، لكن عندي احساس يقول ان الفرحه قصيره. يا يبا قصيره ولا طويله، المهم خلنا نفرح علشان سيف كسر خاطري. سيف 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 افصل الفيش. وين فيش سيف؟ احنا قلنا لك افرح، ما قلنا لك استخف. وين رايح؟ بروح بروح اجهز نفسي واجري بعض الاغراض اللي انا محتاجها. السلام عليكم. عليكم السلام. شبكم؟ عمركم ما بصيتوا على واحد حلو؟ اخش يا وائل، بصيتوا ذي مصرية يا الحبيب ترى. وش فيها؟ مصيري أتعلم من مراتي. أقول يا شين السرجة البقر. ولو ما بدي أزعل، قولوا اللي بدكم إياه. أنت يا المغرور. سم تكرم عينك. لخبط الدنيا. وش هل أنت لابسه؟ شكلك يهبل يا سيف. ما صدقتي، انا اللي هبل. اما يهبل في ذا القائله كنا صحن سلطه. قصدك فتوش مكثرين فيه الطماط بعد. جدي من شان خاطر شواربك، شو رايك فيني؟ شكلك يذكرني بالجوكر. من هالرجال غريب. شفتوا شفتوا، حتى الوالده ما عرفتني من زيني. هذا انت يا سيف؟ وش رايك فيني يمه؟ حشم انت بصاحي، ضيعت قروشك على الخرابيط. فدوه يمه، فدوه عشان العروس. لا لا، انت بصاحي انت بصاحي يمه. حسب راي الاغلبيه والاخوان اني انا ماني بصاحي، ما دام جيت انس واستانس وافرح تبغون يكون صاحي، كثري منها يمه. زين عطني الفلوس ولا باقيها؟ وش تبين فيها يمه؟ بوزيها معي لما تعرس، اذا على شني ما راح يبقى معك فلوس. ولدك استخف من يوم عرف انه بيعرس. مسيكي ما صدق على الله. شوفوا انا اقول سيف خبل بنسبة 25%؟ لا 50%. هو 65% بس، هو عموما لو استمر على الوضع هذا ممكن يوصل الى 100%. لحظة انا اقترح واقول نهون على العرس اللي هذا اولين عفتالي. اهون؟ وش قاعد تقول يا جدي؟ انا اذا كنت بعرس مرة فانا الحين بعرس 20 مرة بعد ما جاء الفرج. لا تبالغ يا سيف. وانتم مش عليكم مني يا بالحلال، حنا قصر مصلحتك. مصلحتي تحرموني من الفرحه؟ ها افرح يا اخوي، ما حد قال لك لا، بس لا تتهور. يعني انت انسان لك وضعك، رزين حكيم، لك ثقلك في العائله.
سيف، انت من وين اشتريت الملابس هذه؟ من السوق. اكيد من البطحة. لا لا، ما اعتقد، اكيد ما اخذ كل قطعة من السوق. اقول لك انتبه، ترى لو شافتك العروس بهالشكل وبهالمنظر صدقني ما راح يردها لحدود البوسنة. وهي تطول تحمد ربها، ولدي زي القمر وطيب وحنون. وغيش يا سيف كملي. ما عليك منهم امي، غيراني من ابنك اللي بيموتوا فيه كل الصبايا. وشو الصبايا؟ لا لا عادي، لا تشغلين بالك، الاخ يحكي لغات. وليه؟ علشان يعجب عروسه. من الحين بتقلب راسك؟ لا، وما خفي كان اعظم. اللي هذه حالته قبل لا يعرس، اجل لو اعرس وخلص، ينسى تقاليده وعادته واهله وناشه. سيفو عد لسانك هالعوج، لا عدل لك بملقاط الفحم. بعدي بنتي خليك كذا اخت رجال. عجبتك يبا؟ ايه، ابيك كذا، لا يهمك احد. حتى ابو سيف؟ لا يهمك احد ما دام اني موجود وراسي يشم الهواء. شفتي يمه، علشان كذا انا بصراحه ما احب اعرس على سعوديه. السعوديات يتاثرون بكلام اهلهم وينكدون على ازواجهم، وانا بصراحه ما احبهم. الحين يا سيف صرت ما تبي تعرس على سعوديه الحين؟ انك كذاب وقليل خاتمه بعد. ما عندك سالفه. شوف ظفر البنت السعوديه يسوى. معني مكمل تزعلون؟ خفوا عليه شوي، خلوه يفرح. بهالحاله عنا ما فرح، يا يتعدل ويصير رجال ولا هونا على العرس. كلامك يا جدي جاب مفعوله. ما علي منكم، ما حد يقدر يقلب مزاجي، انا مستانس فرحانه بتشقق. Thank you.